السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دورة الأردوينو. رح نتعلم بهذا الدرس المقاومة الضوئية أو ما يسمى بالحساس الضوئي. هي مقاومة تتغير قيمتها مع الضوء، إذا هي مقاومة تتغير قيمتها مع الضوء. طبعا بكل بساطة طريقة توصيل الدارة بهذا الشكل، عندنا الحساس الضوئي أو المقاومة الضوئية، تمام، موصولة مع مقاومة، المقاومة موصولة مع الأرضي، والقسم الأول من المقاومة الضوئية موصول مع 5 فولت، والنقطة المشتركة ما بين الحساس الضوئي والمقاومة العادية أو ما بين المقاومة الضوئية والمقاومة العادية موصولة مع أحد مداخل الأنالوج، تمام، إنبوت. على سبيل المثال بنقوم نحن بالبداية بتعريف متغير نسميه LDR، نعطيه قيمة initial value لتكون صفر على سبيل المثال. بعدين هون بنشغل السيريال دوت بيجين بهذا الشكل 9600 مثل العادة، وهون بالفويد لوب رح نقول له مثلا ال دي ار يساوي انالوج ريد بهذا الشكل A0، اقرأ لي قيمة المدخل A0 واعطي لي قيمته للمقاومة LDR. بعدين بكل بساطة نحن بنقول له serial dot print len بهذا الشكل، او خلينا نقول ما في مشكلة LDR بهذا الشكل، ممكن نكتب serial dot print LDR تساوي بهذا الشكل حتى يكون الموضوع أكثر وضوحا، ونعطيه delay بسيط delay 1000 ميل سكند على سبيل المثال، ومنقوم بتوصيل الأردوينو باللابتوب ونحرق الكود على الأردوينو. تمام، بعد ما حرقنا الكود على الأردوينو نفتح السيريال مونيتور ونشوف قيمة المقاومة الضوئية. طيب نحن بنلاحظ انه قيمتها عم تزداد لما نحن سلطنا ضوء عليها بهذا الشكل. طبعا انا عم صور من كاميرا الجوال مشغل الفلاش، بنلاحظ انه الفلاش موجه ناحية المقاومة الضوئية فعم بيعطيني 514. لو حطيت ايدي فوق المقاومة بحيث انه يخفف نسبة الضوء عم تصل لل 154، اذا حاولت احجز الضوء تماما عم تصل لل 18 واحيانا تصل اقل من هيك. طبعا لو قدرنا نحجب الضوء تماما 100% فبتصل للصفر. طبعا كل ما اقتربت انا منها بنلاحظ عم تزداد القيمة، كل ما ابتعدت انا منها يعني بعد ضوء الفلاش تبع الجوال عنا فبنلاحظ انه القيمة عم تنخفض تدريجيا، ولو حطيت ايدي مثل ما اتفقنا ممكن تنخفض قيمتها ل 12 او 15. اذا هي فعليا حساس ضوئي بيستشعر الضوء وبيعطيني القيمة الموافقة على السيريال مونيتور. طبعا نحن ممكن نعمل بالحساس الضوئي او المقاومة الضوئية حسب ما انتم بتحبوا تسموه افكار كتير. مثلا على سبيل المثال ممكن اقول له على سبيل المثال اذا هون اختار نكتب اذا، تمام، قيمة ال LDR عفوا قيمة ال LDR اكبر مثلا من 400، تمام، عمل لي مثلا اطفي لي الليد مثلا الموجود لنفرض على المخرج رقم 2 على سبيل المثال يعني، تمام، بهذا الشكل. طبعا بروح بعرف هون بين مود 2 خلي لي اياه اوتبوت بهذا الشكل، وبعمل له else على سبيل المثال وبقول له وليكن، يعني لما بيكون يعني الان شو عم بقول له انا اذا ال LDR اكبر من 400، عكس ذلك خلي لي اياه
يشتغل للليد بهذا الشكل. طبعا بنحرق وبنوصل الاردوينو مره ثانيه وبحرق الكود عليها. بيستغرق طبعا العمليه بضع لحظات. طبعا بعد ما حرقنا الكود على الاردوينو نفتح السيريال مونيتور بهذا الشكل. بنلاحظ عم يعطيني قيمه 300 والليد شغال. لما بتزداد القيمه لل 400 بنلاحظ انه الليد عم يطفي. لما القيمه عم تنخفض تحت ال 400 الليد عم يشتغل. بكل بساطه وبهذا الشكل بيكون طبعا درسنا اليوم انتهى. بتمنى الدرس يكون نال اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه لدعمنا بنشر المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.